سلام المسيح مشاهدينا وين ما كنتوا عم بترافقونا عبر شاشة تيلي لوميير ونور سات. حلقة جديدة من برنامج الكلمة تجمعنا سوا مباشرة على الهواء. اليوم رح نتأمل بالعظة الثالثة من عظات القديس متى ويلي عنوانها سر الملكوت يعطى بأمثال. المثل هو خبر يؤخذ من الطبيعة أو من حياة الإنسان من أجل العبرة يلي بيحملها. قدم الإنجيل 7 أمثال والرقم 7 هو رقم الكمال. لا شك أنه يسوع بإنجيل متى أعطانا أمثال أخرى، ولكن منكتشف بهالعظة ملكوت الله بواقع الحياة اليومية وبقلب الخليقة يلي صنعها الرب بسبعة أيام. متى عم بيتوجه بعظته لفئتين من السامعين، التلاميذ يعني كنيسة متى سنة 80-85 والفريسيين أو الخط اليهودي تقليدي. استعمل يسوع المثل أو اللغة المصورة حتى يدخل السامعين بسر ملكوت الله. يلي بيفتحوا قلبهم على هالكلمة بيسمعوا وبيفهموا وبيلتزموا فبيدخلوا بهالسر وبيحملوا ثمر. أما يلي بينغلقوا بأنانيتهم وكبريائهم فبيسمعوا وما بيفهموا وبينظروا وما بيقشعوا. وحتى ما تتم فينا نبوءة أشعيا اليوم، مهما سمعتم لا تفهمون ومهما نظرتم لا تبصرون لأن هذا الشعب تحجر قلبه. منتأمل بعظة الأمثال بحسب الإنجيل متى مع المونسنيور الدكتور بولس لفغالي، دكتوراه تاريخ أديان، دكتوراه لاهوت، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسنيور أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. انتبه اللي قلتك الساعة مش متى، بفصل 13 نعم. من متى بس عنا 7 أمثال. نعم ايه؟ نعم أنا رح متى ايه؟ رح أقول هلأ أنه عظة الأمثال اللي عم نقريها بإنجيل متى فصل ايه؟ 13 ويلي عنا فيها 7 أمثال ايه؟ هن الزارع، الزقان، الخردل، الخمير، الكنز، اللؤلؤ أو الشبكة، لحتى تكون واضحة عند المشاهدين. منبدأ مسنيار مع مثل الزارع، إلا إذا عبالك تحكي شيء مقدمة عامة بالأول. لا اكتفينا باللي اكتفينا باللي قلته شكرا نعم. فإذا منبدأ مع مثل الزارع. خرج الزارع ليزرع، وقع منه الحب بأربع أماكن: جانب الطريق، أرض صخرية، قليلة التراب، الشوك، والأرض الطيبة. كيف بدنا نقرأ هالأماكن الأربعة؟ أول شيء قبل ما نشرح هذا لازم نعرف أنه الزارع يسوع المسيح، التاجر يسوع المسيح، الصياد يسوع المسيح. دائما لما بنقرأ الإنجيل لازم نكتشف أول شيء شخص يسوع المسيح، وبال نظرة تانية ناخد الأخلاقيات كتير مهمة. مثلا زارع هون بقول أنا مثلا كيف أنا بدي أزرع الكلمة ككاهن، أنت كنت تزرع الكلمة بعائلتك وحواليك، هاي تيجي بعدين بكتير. الزارع هو يسوع المسيح، هذه كتير مهمة ننطلق من الأول. وبنقول دايما نحن بالإنجيل إذا ما اكتشفنا وجه يسوع المسيح بالإنجيل ما فهمنا شيء، لأنه الإنجيل هو يسوع المسيح. هلا هون الزارع مثل ما أنت قلتي في عنا أربع فئات. أول شيء فينا ناخذ أول فكرة كتير مهمة إنه يسوع اللي زرع 4 حبات 3 راحوا ضيعان، 3 ما طلع منهم شيء. أول وحدة على الطريق أكل الطير، الثانية فرخت بسرعة ويبست بسرعة، الثالثة أكل الشوك. هل يسوع، هل يأس يسوع البلاها 3 راحوا ضيعان؟ لا، مستعد يسوع الرابعة والرابعة عطيته 30-60. لا لا، عن متى انحدار مش صعودا. خليني اياكي منيح عفاك استعديني شوي، شفتي بس يخطي نعم. بتضل 60-30 اذا 160 هلا بنحكي 30 نعم بنحكي عنها نعم. ايه المهم انه ال هون
أعطي 30 60 100 نشكر الله. فأذن هون بيعوض، هذا بيعوض أنه مع أنه أشياء إن راح ثلاث حبات بيعوض الباقي، وهذا اللي بيثلث قلب يسوع المسيح. يعني كرمال هالزرع المنيح الوحيد هو مستعد يضحي بثلاثة مش منيح؟ لا مش يضحي، ما بيضحي، لا ما بيضحي، لا يسوع ما بيضحي بحدا أبدا. يسوع وبيزرع، فهمتي كيف؟ بيزرع ومؤكد بيزعل بقلبه، مثل ما كل واحد منا. إذا أنت مثلا عم تحكي ابنك أو بنتي أو أنا عم بحكي رعيتي، أنا بعرف مثلا احنا بالوعظ مثلا إنه عادة 10% بيسمعوا منا، أو بيك بكونوا رايحين عم يفكروا بشي أشياء عديدة، مش معناتها إنه يصطفلوا نحن نقبل 10، لا احنا ما بنضحي بحدا، عم نتمنى إنه 100% يكونوا هن كلهم سوا. هلا بالآية 23، وأما من يسمع كلام الملكوت ويفهمه فهو المزروع في الأرض الطيبة، فيثمر ويعطي بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30. هون بنلاحظ انحدار بالثمار مثل ما كنا عم نحكي. هل هو دلالة على كنيسة عم بخف حماسها بعد ما ابتعدت عن يسوع بالزمن؟ كيف فسرت الكنيسة هالمثل وما علاقته بالمثل؟ إذا بنقرأ هون بلوقا بمتى عنا مثل ما قلنا 100 60 30، بمرقس العكس، مرقس العكس تصاعديا اي بلوقا بقول 100 فرضا بمشاهده، خليك نسيت شو بقول بلوقا. بلوقا يمكن يعني بقول 100، افتح لوقا 8 4 8 بنشوف نحكي لهم اياه بعد الصغير. خلينا بمتى. اذا هون في كنيستين، في كنيسة تعيش الاضطهاد وكنيسة مرتاحة. كنيسة مرقس كانت بقلب الاضطهاد، من هيك ساعتها كان في حماس واندفاع بالنسبة للعمل الرسولي. يعني الاضطهاد كان دافع لحماس أكثر بدل ما يكون دافع لانحدار، يعني الاضطهاد كان عم بيكون دافع لحماس اكثر وليس لانحدار. وكنيسه متى لانه كانت مرتاحه صار في عندها هذا الانحدار. هلا بس بعطي مثل صغير ببولونيا. بولونيا وقت كان في الحكم الشيوعي وكان في صراع اذا بدنا، كنت تحسي في مؤمنين هلا صارت مرتاحه مع اوروبا الغربيه، صار في تراخي كثير. او اذا اخذت اسبانيا قبل، هلا اسبانيا صارت أبعد البلدان الكاثوليكية تبع أوروبا، اهتمام بالقضايا صار في تراخي، هيدي معروفة دي ما جدا. ما قلت لي كلوقة يعني وقت افتحها بس حكي فرض ضربة 100 فرض، ما قالش شو المقصود فيها بس 100، لأنه بعدين بده يطبقها على مريم العذراء. كيف تطبيقها؟ مش رح أقولها بس بعطي كلمة صغيرة، لأنه مريم بيقول طوبى للبطن الذي حملك، بيقول طوبى لمن يسمع كلام الله ويعمل به. طبقت هالكلمة إذا بدك مفتح مع الشكلمة اللي تمزع عليك اللي بتشوفه بيطبق على مريم العذراء بكل بساطة، لأنه هي كانت من أصحاب المية. بيقول هوني سمعت عليك يا أبونا كيفك حافظ الكتاب المقدس بحذافيره. فأذن بقول هون بثمانية آية 8، ومنه ما وقع على أرض طيبة فنبت وأثمر 100 ضعف فرض ضربة. هيك وبالفصل ذاته بثمانية فقال له بعض الناس أمك وإخوتك واقفون في خارج البيت، أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به على المزبوط مثل ما قال هوني بالنسبة للوقا. نعم. إذن هوني كأنه لوقا أحب يوصل لمريم العذراء، كتير بهمه لوقا مريم العذراء، إن سواء إن قال عنها مثل ما حكي ما بالطفولة رح نحكي عنها، رح نحكي عنها بالطفولة بيجي نعم. وقتها إيه نعم. أو بهذا وحده بقول مرتين، ما هوليك بس بقولوا طوبى للبطن الذي حمل وللثديان الذين أرضعاه، لو أقول مرتين على مريم عذراء ما بيقبل مرة واحدة. كثير مهم هالشيء هذا. أبونا المسيح كان عم بيكلمهم بالأمثال لحتى يفهموا، طيب بسط لهم الأمور، عم بيخلهم
يعني صور من واقعهم، فليه ما فهموا وكانوا بحاجة لشرح؟ يعني بنشوف أنه المسيح من بعد ما أعطانا مثل الزارع رجع شرح لهم مثل الزارع لحتى يفهموه. كثير مهمة هيدي الغاية من الأمثال، إن شاء الله يكونوا فاتحين كلهم سوا 13 أي 10. ننتبه المثل فينا نضل خارج خبرية، ما هي تقري خبرية وتنبسط فيها وخلص. المثل ولا مرة حتى نبقى على الخارج، المثل تروح بالداخل. هلا كيف بالداخل؟ هون في فرق بين الذين هم في الداخل والذين هم في الخارج. لما احتلايا بالمقدمة أنت بالخارج مثلا، إذا أنت هلا أنا كنت بالبيت عندكم وحكيت كلمة أنت وديع ابنك أو أنت وجوزك، أنتوا بحسكم داخل البيت تفهموا بسرعة، أنا بضل برا. فأذن هون اللي بده يشد، لأنه إنجيل لوقا إنجيل متى هو إنجيل الكنيسة، وإذا كنت جوات الكنيسة بتفهمي أسرار الكنيسة، إذا كنت برا ما بتفهمي شيء أبدا. فأذن هل ما فهموا لأنهم بعدهم برا، بده يكون واحد جوا لا يقدر يفهم. إيه هيدي كتير مهم. من هيك بيقول له يسوع هوني أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. مين أعطاكم؟ الله. ليش؟ لأن كان فتوا بالجماعة، ما دامكم برا ما رح تفهموا ما رح تدخلوا. فإذا المثل ولا مرة بسميك المثل قضية خارجية، لا، ومش بس بالإنجيل، بكل الأمثال، إن كان بالعهد القديم عندنا أمثال عديدة، إن كان بالتراث اليوناني بالتراث السرياني في كتير أمثال، والمثل بيطلب منا ندخل فيه. وإن شاء الله بيجينا وقت نعطي عن أمثال متى بعدين بيجوا. مرات المثل بيجبر الإنسان ياخذ موقف، وهم بعطي مثل صغير بالنسبة لداود، يمكن حكينا عنه في حلقات العهد القديم، لما الزني مع بتشابع وقتل جوزة وتزوجها. نعم. إجا بكل بساطة نتن. أعطى المثل. قال له هذا الشخص هالغني أخذ غنمة واحد فقير وذبحها. ونرفز داود هذا يستحق الموت. هذا اللي عملته أنت. وهذا المثل. إذا في أنا ضل برات المثل، في أرفض. نعم. وهون مأكد متى عم يشدد على الشعب اليهودي اللي رفض. فهمتي كيف؟ نعم. في أرفض وفي ابقى برا، في ثلاث أماكن. في أرفض ولو فهمته. لما قال لهم مثلا الحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية، عرفوا عن يحكوا ما يحكي عنهم، قاموا علي. فإذا في رفض، في شغلة مش همتني، فهمتي كيف؟ وفي الأشخاص اللي هن داخل الكنيسة وحالا بيفهموا، فهمتي كيف؟ نعم. إني أنا أي نوع أنا؟ أي أنا نوع أنا؟ أنا من الأرض الفارغة يا من الأرض عم تعطي ثمر، وأي مستوى من الثمر. هلا لما بيحكي عن الأربع نوع أرض، يعني الحبل اللي بيوقع بأربع أماكن، جنب الطريق هن اللي بيبقوا حد الإيمان، يعني اللي ما بيدخلوا بالإيمان جنب الطريق. لا ما بيسمعوا، اللي ما بيسمعوا الكلمة، ما بيسمعوا. والأرض الصخرية القليلة التراب اللي ما عندهم العمق. مثلا بتروحي بتعمل رياضة عند الناس، أو واحد بيعترف، أو شخص بيجي لعند الخوري، أو يكون أنت تقول لابنك أو كذا. إذا هو مثلا بيتحمس، خلاص من بكرة بدي أعمل كذا، ثلاث أيام بيرجع بينفس. الحمس. ليش؟ ما عنده جذور. كثير مهم الجذور. إذا ما عنده جذور ما بيقدر يعمل شيء. نعم. والشوك اللي بيطلع وبيفرق. هلا الشوك معروف، الشوك هي نعم الهموم، الغنى، كل هالقضايا اللي بتمنعنا اللي بتضعف الإيمان، يلي بتخنق أو خنق كامل. بتخنق أو خنق كامل. نعم. مؤكد. وبعدين هون مؤكد بقدر ما نحن متحمسين. فهمت كيف؟ نعم. متحمسين. مثلا في أشخاص يبقوا يلا بيشتغلوا، مش ضروري انه يقتلوا حالهم ويكونوا هذا.
وفي أشخاص بيقولوا بيندفعوا كل نعم. الاندفاع. هلأ بمثل الزقان نلاحظ أنه هو امتداد لمثل الزارع، لكنه ما بيتكلم إلا عن الأرض الطيبة، وبيجعل الزمن بيمتد حتى الحصاد بنهاية العالم. أنا كنت بدي قبل ما أوصل لهوني إذا انتبهنا إيه نعم. الهوني كيف شكل هوني يسوع، يسوع هو اللي زرع ما هيك، هوني يسوع عم يزرع نعم. خرج الزارع ليزرع. قلت لنا أبونا إنه الزارع يعني هلا الهون المهم هوني إنه هالثمرة وصارت نقلب الموضوع إذا انتبهنا. هوني كان عم بيحكي عن الزارع وعم بيزرع وما بيقس شو ما كانت النتيجة. نعم. إيه هوني أباش عم بيحكي عن الزارع. نعم. هو بالمثل الزارع الأهمية منه للزارع لكن للزرع. مش بالزارع خرج الزارع ليزرع. أوكي. فهذا الهون الزارع تشتيت. بالتفسير لا. بيحكي عن الزرع. إيه. صفى هالمزروع هذا. إيه. نعم. بيقول لك هون بآية 18 المزروع في جانب الطريق. فيجيء الشرير وينتزع ما هو مزروع في قلبه. خدي مثلا شخص مدمن. بتقولي له ما بيسمع شيء أبدا. الشرير بياخذ حبة بيخليش تسمر. نعم. كثير هون الشر. نعم. بعدين هون يتقبله في الحال فرحا. فإذا بيفرح بكلام هذا لكن ما بيعمل شيء. بدي شدد هون انه الفرق هونيك الزارع وهون المزروع. نعم. المعنى هذا. والكنيسة عاشت هالشيء هذا. عاشت. على ايه؟ زقان. مثل الزقان. فإذا مثل ما قلنا أنه هو امتداد لمثل الزارع لكنه عم بيتكلم عن الأرض الطيبة، ما بيحكي عن أربع أماكن، وبيجعل الزمن بيمتد حتى الحصاد بنهاية العالم. هل الأرض الطيبة هون بترمز للكنيسة يلي فيها الأخيار وحتى الأشرار أم فقط العالم؟ كيف بدنا نقرأ مثل الزقان؟ إيه هون أول شيء بنشوف أنه مين الزارع؟ رجعنا ربنا يسوع المسيح. ربنا. يسوع المسيح. إذا الزارع الرب دائما هون. هل في عدو الرب؟ وهذا كتير مهم ننتبه عليها. في عدو الرب اللي بيزرع بين القمح الزقان. الزقان. وهذا ما بيبين على الحرك. فإذا هون كل زارع إذا بدنا نحكي على مستوى يسوع المسيح، يسوع المسيح واقعي وعارف إنه في أشخاص راح يزرعوا زقان. وراح يقول بعدين انه راح يكون انبياء كذبة، معلمين كذبة الى اخره. وهذا هون اذا بدنا نطبقه على نفوسنا نحن شي ذاته. ولو زرعت انت بقلب اولادك، ولو زرعت انا بقلب رعيتي، ولو زرع الاستاذ بقلب تلميذه الى اخره، راح يجي اشخاص ويزرعوا زيوان. نعم. وهيدي اليوم نحن هون بلبنان وغير لبنان، بس عم بحكي بلبنان اكثر شيء بحسب ما اعرفه انا، قديش في زرع زيوان. نعم. كل هالشياع شهود يهوى او هالشياع من رجال من هان وهان، هل كل اشخاص او المذاهب كمان، قديش عم بيصير في زرع زيوان هذا. اول شيء يسوع بده قلنا عمليا راح يكيف في زيوان. شو عملتوا اذا يسوع اللي زرع وفي زيوان؟ اول شيء. نعم. هلا الثاني شيء وهيدي مهمة جدا، نحن كبدنا نحاول ما نخلي حدا يزرع بحقنا قد ما فينا. بدنا ننتبه يعني إذا أخذت مثلا حضرتي لأولادي يعني كيف أنا بدي انتبه ما يزرع بقلب ابني زيوان. كثير مهمة هيدي، مع مين عم بيروح، شو العشرة بعشرها إلى آخره. هيدي كتير مهمة هالأشياء هيدي هوني. هلأ الفكرة اللي قلتي أنت التالتة هي أنه هن أشقالوا بدأ نقلع الزقان. هوني على حيرك منعرف مين الزقان؟ أنت. مين القمح؟ أنا. ليه مش العكس؟ كل واحد بيحسب حاله هو القمح. أوكي. شفتي كيف؟ نعم. مثل الفريسين إذا بدك. الفريسي عم يصلي وحد منه العشار، أنا أصلي أنا لست خاطئا مثل هالناس الزناة العشارين. هيدي واحدة. فإذا دائما نحن
بنحسب حالنا احنا احسن شيء، اولادنا احسن شيء الى اخره. الشيء الثاني، الشيء الثاني مرات عديده بنحسب ذوقنا يمكن يكون قمح. الظواهر كثير بتغلط. من هيك يسوع بيقول لنا لا تدينوا لألا تدينوا. انتوا افش معكم كل المعطيات حتى تعرفوا اذا ابونا بولس ذوقان او ماري تيريز ذوقان او كل المشاهدين. فاذا هوني ما يسوع كثير قاسي، كثير قاسي. هلا الثالث الفكره، الثالث الفكره لازم نعرف، وهذا بعطي مثل على مستوى الكنيسه، لازم نعرف. انت قلت العالم والكنيسه كمان، الكنيسه فيها ذوقان، وهون بدنا نتقبل. صار في كثير حركات بتاريخ الكنيسه، هو الانقياء، نحن ما بدنا خطا بالكنيسه. صار في بتاريخ الكنيسه اشياء عديده. اولا في ناس نحن الاطهار، فاذا كل واحد مش طاهر حطوا لبرا واحد. بعدين عندنا الاشخاص اللي كانوا بالاضطهاد وضعفوا ورجعوا على الكنيسه، صار في صراع بالكنيسه. هؤلاء لانهم ضعفوا مرفوضين من الكنيسه كليا. فاذا بدنا نعرف نحن، خاصة إذا كان عندي مسؤولية أنا كاهن مطران أو أكثر، إني أنا بدي أعرف ولو تألمت بقلبي إني أتقبل وجود الخطأ مع الأبرار. نعم. نتقبل، ما في رعية كاملة، ما في أي مطرح كامل، وهيدي هون صعب علينا. ولكن بدنا ننتبه دايما ما نكون مثل الفريسيين. وآخر شيء، وهي آخر شيء، كلنا بقلوبنا في قمح زوه، كلنا بقلوبنا في قمح زوه. ما حدا بيقدر يقول انا بس قلبي قمح. نعم. من هون بدل ما اقول وين بدي اشوف الزوقان، اول شيء بلش انا بحالي. ايه مثل ما قال يسوع بعظة الجبل، شفت اشي بعين خيي بس انا في خشبي هالقد ما شفتها. نعم. هيدي كثير مهمه، هيدي كلنا. وهون لازم نحن يكون عندنا تواضع. فرانسوا داسيز قالوا له شو بتقول عن نفسك؟ كان يسموه سيرافيمي، يعني أتبنوا كثير. قال له شفت حالي اني اكبر خاطي، لانه لما ربنا بيحفظني كل دقيقه في تجربه بحياتي. نعم. هلا هون بهيدا المثل ابونا هو عم بيحكي انه بده يفصل القمح عن الزقان. القمح بيروحوا للإهراءات يعني او شيء هيك، والزقان الى النار، الى التلف. يعني يسوع انت قلتيك ساعة انه ما في فصل بين القمح والذقان قبل القيامة. يعني اذا بدنا لا مش ضروري بحياتي انا بحياتي. مثلا نحن عندنا شيء، نحن اي متى اذا بدك بنكون نحن مسيحية، نحن وقت نتعمد بحطوا البذرة فينا. لكن نحن ما بنوصل لملء المعمودية إلا عند ساعة الموت. ساعة الموت هي ساعة الدخول إلى الملكوت. نعم. شفت كيف؟ نعم. من هيك نحن القديسين أي متى بنعيدهم القديسين؟ عيدهم ساعة موتهم مش ولادتهم. نحن ما دامنا على وجه الأرض في ذقان وفي قمح، لكن الملء المنوصل عند الرب إن كان بالقيام الفردية أو القيام العامة. من هيك بقول بالسفر الرؤيا، ولم يعد للبحر من وجود. البحر هو مركز الشر. ايه ما ضل فيه اي وجود للبحر ساعتها كذا. بس قبل هذا ما حدا يقول شيء عن اول شيء اذا في زؤان او قمح. لازم دائما نحن انا بقول لهم الكنيسه دائما اذا حدا منكم ما عنده خطيئه ما ضلش بالكنيسه، لان كلها خطا. وراح نقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. طيب شو علاقة المثل؟ بالمثل السابع حول الشبكة يلي بيرمز كمان فيها لنفس الفكرة يلي هي فصل الأخيار عن الأشرار، لكن مع البحر والشبكة في ديناميكية أكثر وسرعة بالتنفيذ، يعني بالفصل وبالحكم، عكس الأرض والزرع بمثل الزقان يلي بدهم وقت وبيمتدوا لنهاية العالم. أول شيء مين الصياد؟ يسوع المسيح. يسوع المسيح هي أول شيء. فإذا صياد يسوع المسيح. تاني شيء إذا منشوفه هالشبكة،
ألقاها الصيادون في البحر. هول اللي بنشوفه أنه أي متى يسوع سوف يصطاد؟ مش الصياد، مش أول شيء الصياد، آخر شيء. نحن عنا في عنا الحصاد، الحصاد هو نهاية العالم إذا بدنا، هيدي وحدة، وهون عنا الصيد كمان نهاية العالم. فإذا ربنا ما ببلش على هيك بس يتصيد على هيك، لا، ربنا الصيد بيكون آخر شيء، بيجمع من كل جنس. فعزين هيدي مأكر من الأول، وبينطر حتى يكونوا على الشط. نحن ما دامنا بالبحر نحن بالعالم، وبس نوصل على الشط بتكون نهاية. هون بتذكر شيء كثير حلو بفصل 21 من إنجيل يوحنا، لما راحوا على الصيد بيقول لهم بطرس أنا ذاهب أصطاد ونحن نذهب معك. اتصيدوا هن وينن؟ بالبحر. وانو يسوع على الشاطئ. كتير حلو يا حيدي، هو على الشاطئ، هو وصل، هن بدهم يوصلوا. هلا بس وصلوا لعنده صاروا على الشاطئ الامان. كتير حلو يا حيدي، هن بالبحر وعن يتعبوا وكل الليل ما تصيدوا شيء. هو على الشاطئ وهون شي زيته. هون بالنهاية حطينا الشبكة على الشط، وهلا نختار الأول شو اسمه، هاو بحطهم بالأوعية وهوديك بنرميهم. دايما هالصورة الروعة انه في وقت بتوقف الأمور كلها سوا، توقف الأمور كلها سوا. فازن لما بنحط الشبكة على الشط خلص ما بقى في ما بقى في نخلي مع بعض، انتهى. وهون بنهاية العالم ما بقى في نخلي الزيوان مع القمح، نعم، او السمك الجيده مع السمك الجيده. وهون اللي حلو، اللي حلو قبل ما نروح غير مطرح، حلو نشوف كيف التفسير، كيف الكنيسه كيف بتفسر. كنت سبقت عليك تفسير بواحد 36، ودخل الى البيت فجاء اليه تلاميذه وقالوا له فسر لنا مثل زؤان الحقل. وبتشوفوا هون أجابهم يسوع، الذي زرع الزرع الجيد هو ابن الإنسان. فإذا مثل ما قلنا الزارع يسوع المسيح، أنا الحقل هو العالم. وهون بدنا ننتبه كثير، مهم جدا أنه نحن في العالم، بإلا يسوع أنتم في العالم. صحيح مش لازم تكونوا من العالم، ما تكون أخلاقكم أخلاق العالم، بس أنتم في العالم. فإذا بتكون تعرفوا حالكم هذا، بعدين العالم، العالم بعدين الزرع الجيد هم أبناء الملكوت. فنتمنى نكون كلنا زرع الجيد. الزؤان أبناء الشرير. العدو هو الذي زرع الزؤان وهو إبليس. وهم بدي شدد، إبليس مش بس الشيطان واللي هو روح واللي بيصوروا لنا اياه بيقرون ودم بكذا، شيطان كثير اشخاص. اذا يسوع سمى بطرس شيطان، اذا بخلفي معناتها الشيطان مش بس شخص روحي بيجربنا، في كثير اشخاص. لما الشخص خبرني احد الشباب اخذوه على مطرح، شو اسمه، كل الشباب شباب وكل جاي، هذا الشيطان اللي اخذ رفيقه على الأفيوم على كذا، اللي أخذ رفيقه على الزنا أو أشياء، هذا الشيطان، هذا الشيطان، الشيطان اللي بيميل فينا عن طريق الرح، هذا الشيطان. كتير مهم يعني ما نحسب، بس في كتير أشخاص بيميلوا فينا، مثل ما بطرس، بطرس يسوع ذهب إلى الموت، حاشا لك يا رب. وهون لازم نحن نعرف، لما نقول نحن أقصد أن أهرب من أسباب الخطيئة، مين بيجرني على الخطيئة؟ وهيدي بحياتنا كتير مهمة، مين بيجرني على الخطيئة؟ نحن نقول الشيطان يمكن نتخبى وراء خيل إصبعنا، بس يمكن نحن إرادتنا، حريتنا، إذا حتى ما بدنا نقول الآخرين كمان يعني، بس من تلقاء ذاتنا ما بنقدر نفكر هيك. نحن عندنا مال للخطيئة، نعم. واحد هلا هالمال هذا إذا بدك مربوط، بقول كثير حلوة،
بيقول ما بعرف الخطيئة إذا لم تقل لي الشريعة لا تخطئ. واحد أنا عندي مايل، كلنا عندنا مايل إذا بدنا للزنا، لكن إذا ما جاء شخص جرني لهونيك يمكن أحفظ حالي. فأذن كتير مهم في مثل ما بقول الشياطين إذا بدك، الشياطين عديدة بيجروا هذا لهونيك وهذا لهونيك. وهذيك الشخص مين بكون جره؟ أنا جرني هيدا الشخص، بس ايه؟ الشخص اللي جرني بكون جر قبله. بقول بدي يكون في حدا عم يجر. دائما نحن بنجر بعضنا. بقى في التربية كمان. ليش ما أنا معروفة هون بيحكوا عن خبرية هيدي، قال في مرة صار ابنه يسرق وصار تتعلمه. يسرق إلى آخره وصار يسرق بالآخر، قول حكم عليه بالإعدام. قبل قالوا شو بدك؟ قال لهم بدي أمي. جيت أمه قال له بتمنى عليك تمدي لسانك، مد لسانك، رأت لي وقطشة. قال له لو لسانك قال لي من أول دقيقة علمني إني ما أسرق ما وصلت لهون. فأذن في مش بس ناس بيتفشونا، في تراخي، تراخي من عندي أنا تراخي. بعدين في عندنا مثل بشع كتير بس صح، الطنجرة اللي بتشحتر تشحتر كل الناس. أنا بسرق بتمنى كل الناس يروح ربية، أنا بزني بفضل كل الناس يصيروا زونات مثلي أنا. وهيدي هيدي لذلك أنا دايما بنبهون ديش ننتبه مين عم بيجرنا. وبطريقة وين سوري ياخد نتفي 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 نتفي. وأبشع مثل اليوم بتعرفي شو في عنا إدمان نحنا، شو هالضرب اللي عنا بلبنان وغير لبنان. فبتي كيف هالإدمان؟ أول شي بياخدوا بحطوه صغير بالسيكارة نتفي صغيرها إلى آخره، وبيجرجوا وبيصير جرجوا بعضه. هلا ابونا بالنسبه لمتى الزرع او الزقان خلينا نقول والشبكه، كيف عمل فعليا عمليا هيك بدها تتم بنهايه العالم؟ هل الدينونه خلينا نقول هالقسمه هالتفرقه كيف؟ يعني الناس بيقولوا انه الله هو راح يكون الديان يلي عم يعني مثل ما بيقولوا انه بيطلع انت قد عامل منيح قد مش عامل منيح، وين بدك تروح؟ جهنم، مطهر، السماء، كذا. هيك فكره اذا ممكن تعطينا عن هيدا. اول شيء بفصل 25 بيعطينا يسوع صوره، في صور عديدة بس هي صورة حلوة، صورة كتير. على اليمين الخراف وعلى الشمال الجدال. شو بميزهم؟ بميزهم كنت جائعا أطعمتموني، كنت عطشا سقيتموني. فإذا عندنا أول شيء المحبة، نفكر بالآخرين، هذا أساس كل شيء. وهودي كد الأنانية، نفكر بزيتنا ما نطلع بحدا. وبقلنا القديس أغسطين كثير حلو بيقول عندنا محبتين، محبة الله حتى بغض الذات، ومحبة الذات حتى بغض الله. وبغض الله يعني بغض القريب. فإذا بدنا اللي بيقولنا شو اسمه يوحنا الصليب كثير حلوة، في نهاية حياتنا الدينونة بتكون على المحبة، قدي حبينا على المحبة بس. هذا المحبة. وإذا نحن من أبناء المحبة منكون حيث الله، لأنه الله شو هو؟ الله محبة. وإذا ما كنا من أبناء المحبة ما فينا نكون مع الله، يعني كل الحسابات نحن بنودي حالنا على غير محبة. كل الحساب زمان كانوا يحطوا الميزان. هودي كمان الحسابات أبدا. نحن اليوم كلنا عندنا نقص، كلنا عندنا نقص، وكلنا عندنا خطايا، وكلنا عندنا تراخم وقت لوقت. في مرات بنكون مثل البارود بنضحي بحياتنا، وفي مرات بنكون أنانيين جدا. ربنا بيعرف كل هالشيء، ربنا بيعرف كل شيء. من هيك احنا مع حياتنا وقد ما فينا نعيش مع ربنا نتكل على رحمته. مثل ابن الضال إذا بدك، ابن الضال يكفي رجع إلى البيت الوالدي. شفتي كيف؟ هلا بدون رحمة الله بيقول له بالمزمور إذا كنت أنت تحاسب ما حدا بيخلص. فازن هول حسابات داش عملنا بزمان لما كنا صغار، كنا بيسموها جمعية الصليبية مثل يام فرسان عدرا، كنا نحط على ورقة كم صلينا بيت مسبحة وكم تناولنا مرة إلى آخره. هذه كانت تنذكر بس مش هول يودونا على السماء.
مش هول على السماء. مش هول عملوا منك مونسيور بولس الصالح. مش هول عملوا منك مونسيور بولس الصالح. لا الفرير له دور كبير تربونا على التربيه الحلوه. نعم. التربيه الحلوه بس عم بقول لك ما في حسابات مع ربنا. طيب ما في حسابات مع ربنا ولما نحن متصرف كالابناء الاحباء فهمت كيف؟ انا ابن الله انا بفرح لما الرب يفرح الله وهو بيفرح فيي. طيب عند اشعيا بيقول كثير حلوه بيقول الله يفرح بك يا اورشليم كانه الله عم يزقف لنا شو حلوين لما نحن بنعيش المحبه والتضحيه ربنا بيزقف لنا مثل ما البي بيزقف له اولاده او الام بتزقف له اولادها. رح ننتقل لحبه الخردل. عم بيشبه ملكوت السماوات بحبه الخردل يلي بتكون كثير صغيره وبتصير شجره كبيره كثير بعشر شوية العصافير. ما المقصود بهالتشبيه؟ وهل الملكوت هو هالكنيسة الأولى يعني؟ طالما حبة الخردل بعش احنا بنشوف الخردل مطحون. نعم. ايه؟ حبة الرمل يمكن أصغر صغير حبة العدس أصغر حبة العدس صغير. ايه؟ شو عم بيحكي ها؟ هون عم بيحكي على الملكوت كيف بلشت الكنيسة. كنيسة بلشت ب 12 واحد لبل بأربعة. أول شيء يسوع دعى بطرس وخيو أندراوس ويوحنا وخيو يعقوب. إذا هون عم يبين كيف هالكنيسة بدأت صغيرة 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 أبدا. بعدين أخذها رجل. مين هالرجل اللي أخذها؟ يسوع المسيح. يسوع المسيح. فإذا يسوع المسيح غرس هالبذرة الصغيرة اللي هي صغيرة جدا غرسها. وساعتها نمت وإلى آخره وصارت شجرة. فأذن هوني كأنه الكنيسة هي شجرة. وعلى كل حال ما ننسى نحن بفصل 15 من يوحنا أنا الكرمة وأنتم الأغصان. فأذن الكنيسة صارت مثل شجرة وهالشجرة هايدي تجي طيور السماء وتعشش في أغصانها. يعني البشرية كل سوا البشرية كل سوا بتجي حتى تعيش بظل هالشجرة الكبيرة اللي كانت بلشت صغيرة. ما ننسى لما كتب متى إنجيله كان صار فيه مسيحية كتير وين ما كان. كانت وصلت حتى على الهند والعراق وإلى آخره وروما. يعني سنة 85 كان صار فيه كتير مسيحية. من هيك صار فيه اضطهاد لأنه لو كانوا 15 مسيحي ما حدا فزع منهم. لكن كانوا صاروا تلوا الدنيا وصلوا على قصر الأمبراطور على الملوك وين ما كان مطرح في خطية ومطرح في قداسة. وصلت هالكنيسة كلها سوا. من هيك صارت هالكنيسة شجرة تفضلوا عيشوا تحت ظلي. يعني هو عم بقول أنه الملكوت هو الكنيسة. إيه؟ يعني هذا اللي بده يقول. الملكوت هو الكنيسة. ومن زرع الملكوت يسوع المسيح. يسوع المسيح. فهذا هون كثير مهم هيدي بنشوف ايه. وعلى كل حال نعم ايه؟ واذا بنطبقها كمان اليوم طبقها اليوم انه نحن كل ما نزرع رعيه جديده. بس انا كان عندي ابن اخت خوري بدنفر كان عنده كنيسه مبلشها جديد سموها ميشن رساله. بلش شوي شوي يجمع المؤمنين دائما كل شيء بالرعيه. اذا عندنا حركه رسوليه الفرسان طلائع اخويه بدك اي حركه رسوليه بتبلش صغير وبتكبر. مين بينميها؟ اكد يسوع المسيح بينميها. وانا كمان مثل الخميره اللي بيشبه مثل حبه الخردل الا انه في اختفاء للخميره بالعجين. كيف نقراه؟ لا ما بيشبه حبه الخردل انه بلا انه الخميره كمان كميه صغيره بتعمل مفعول كبير بالعجين. اي بس هو الخردل لا الخردل هو الخميرة بالعجينة بينما الخردل هو بحد ذاته صار كبير. الخميرة بتشبه الملح. الملح حبة ملح صغيرة بتحطيها بالطبخة بتعطيها طعمة. والخميرة بتحطيها بثلاثة أكيال دقيق بأن يسوع هون يختمر كله. شو بدي أقول هون؟ هون بدي أقول في عمل نوعين. عمل كنيسة في عمل خفاء. عمل خفاء. أنا خميرة ما حدا شايفني أبدا ولكن هالخميرة هيدي عم بتخبر العجين كله سوا. فأذن المؤمنين ولو كانوا قليل
اذا هن حقيقه خميره، وهون في اشياء عديده، مثلا في عندك الخميره الطيبه وفي الخميره الخبيثه. الخميره الخبيثه بيقول لها مربولوس ما تكونوا خميره خبيثه، ساعتها مطيرها بتخربوا الدنيا كلها سوا. فاذا في الخميره الطيبه هي بتخمر العجين كله سوا. كثير مهمه هيدي، ولو ما شفناها مثلا بقول لهم دائما اذا بالبيت في نتفة فحم شاعل ولو ما شفنا نحن عم يدفي البيت، وهيك الخميرة. وهون بدي شدد كتير، صار في كتير محاولة يودوا كهنة على المعامل الكبيرة على بنا تكونوا خميرة. وفي مدة بابي 12 وقف الخبرة وقاموا كلهم سوا، كيف وقف الخبرة؟ إيه، لأنه من المؤسف هالكهنة نجروا بهالحزبيات، وبدل ما يكونوا خميرة بالعجينة صاروا عجين بالعجين، ويمكن صاروا أبشع، صاروا خميرة بسميه مربولوس الفساد والخطيئة. فإذا كتير مهم لما أنا بدي أكون خميرة بالعجينة، أنا أم بالبيت، أنا خميرة بالبيت، أنا كاهن، أنا شو ما كنت أكون. فإذا الخميرة بتختفي كأنها غير موجودة وما حدا شايفها، لكن الحلو عملها من الداخل عم بيغير كل هالأمور. هاي قوة الخميرة. هلأ مأكد أول شيء إنه الخميرة يسوع المسيح. الخميرة يسوع المسيح المقصود، جاي هو يطلع كل عجين العالم. هذا فكرت فكرت الكمشة المسيحية يلي بدهم يروحوا تاني درجة. تاني درجة دايما المسيحية، دايما مثل ما قلنا أبو شي، دايما دايما المسيح هو الخميرة. فهمت كيف؟ المسيح هو الخميرة، وهو اللي بده يطلع العجين كله سوا. هلا لأنه نحن أعضاء بالمسيح صرنا نحن هلا هلا المسيح صعد إلى السماء، صرنا رح بنكون الخميرة امتداد بخميرة يسوع المسيح. ليش بتشوفي مثلا كنت بالصين مؤخرا أنا قديش شفت مثلا في أشخاص بوذية عم بيصيروا مسيحيين وقديش هن حلوين، إنه هن شوي شوي عم بيتغير عائلتهم حواليا. حتى كنت بأماكن مثلا بالجزائر بتونس بالمغرب عندنا مسيحيين هن خميرة رائعة، خميرة رائعة، وهن شوي شوي عم يشتغلوا هالعجين حواليهم. هلا مأكد الخميرة بتشتغل على مهلها وما بينقش على شغلها. هلا في أشخاص بحبوا بسرعة يبينوا أنا مسيحي وأنا كذا، ملهاش عاز يا حيدي. نحن ناخد وقتنا على مهلنا حتى حقيقة نغير هالعجين ويصير له طعبة ويطلع العجين ويصير خبز، والخبز بيصير جسد الرب. ونوصل لمثل الكنز واللؤلؤة. كمان هون الرب عم بيشبه ملكوت السماوات برجل وجد كنز مدفون بحقل، وبتاجر وجد لؤلؤة ثمينة فتركوا كل شيء حتى يمتلكوا الحقل واللؤلؤة. شو بدنا نفهم من هالمثلين؟ حلو كتير. أولا كنزا مدفونا في حقل وجده رجل فخبأه، ومن فرحه مضى فباع كل ما يملك واشترى ذلك الحق. من هو الرجل؟ يسوع المسيح. أول واحد يسوع المسيح هو الرجل. تاني شيء شو الحقل؟ ري 1:13-38 منه الحقل؟ شو الحقل؟ 13-38 شو الحقل؟ وين أنا؟ تفسير مثل الزؤان. تحت. إيه. فاو حبيبتي. نعم. 13-38 والحقل هو العالم. فإذا هالرجل يسوع المسيح إجا إلى العالم. نعم. شو وجد كنزا؟ منو هالكنز؟ أنت أنا كل واحد منا هو كنز. أنا هالمثل كتير لما فهمته فرحت جدا. إذا هالرجل يسوع المسيح ابن الإنسان أتى إلى الحق إلى العالم، وجد كنز. ماري تيريز، خوري بورس، أي واحد مش سمي أصحابنا بدايما بيتلفنوا.
شو عمل؟ باع كل ما يملك. شو باع يسوع؟ سما. باع كل شيء كرمال الإنسان يعني. مش كرمال الإنسان، كرمال أنا شخصيا. باع كل ما يملك. كتير مهمة هيدي. باع كل ما يملك. بعدين اشترى. نحن كيف اشترينا نحن؟ بدم ثمين، مش بالذهب وبالفضة، لكن بدم ثمين. شوفي هون هالعظمة. أول شيء الرب يسوع باع السماء كلها سما، وإجا يشترينا بدمه. وديش هون ديش مهم، نحن كل واحد منا كنز. ممنوع حدا يقول أنا مني شيء، نحن كنز. وإذا بدنا نرجع أول كتاب مقدس، أنا صورة الله، أنت صورة الله. يعني كنت رح قلك أنه يسوع جاي، صورة الله تهشمت تشوهت، جاي يخلصها. فإذا بتشوف هالساعتها لما نقرأ هالمثل هذا، يسوع هو الرجل أتى إلى العالم وعن يفتش وين في كنز. وكل أول شيء البشرية كلها كنز إذا بدي، وكل واحد منه كنز. بيخبروا عن إحدى القديسات بيقول لها يسوع، إذا بعرف أنه فرد نفس محتاجة إلي وبعد لم تخلص، أنا مستعد أتجسد عن جديد. خبرتني شيء مرة، بس في أشياء تأثر فينا، بتجسد عن جديد كرماله. بتشوفي هوني قديش هالعظمة هذا بهالإنجيل كيف بيعطينا. وهذا اللي بفهمه، إذا أنا برات الخبرية أجي يعمل يسوع المسيح، بس إذا أنا داخل الخبرية وأنا هالكنز جاي يفتش علي. وآخر شيء بتبقلتي هوني اللؤلؤة، كمان لؤلؤة ثمينة. هون يسوع هو التاجر، فيه هون هو التاجر. التاجر اشترى كمان، باع كل ما يملك واشترى هاللؤلؤة. نحن اللؤلؤة، البشرية هي اللؤلؤة، الكنيسة هي الكنيسة. بدي أقول لك إنه هو يمكن قصد الكنيسة بوقتها، لأنه عم بيشبه ملكوت السماوات بالكنيسة. الكنيسة، فإذا بننتبه حالا كلها سوا، هلا شو تقول ملكوت السماوات؟ يعني لما السماء تكون على الأرض، يعني لما يكون الله هو الملك. أي ملكوت الله يعني الله هو ملك. ولما نقول السماوات نحن حتى ما نقولش الله، فينا نقول ملكوت الله أو ملكوت السماوات هي ذاتها، لأن السماء هي الله. هل عادة متى بيقول دائما ملكوت السماوات، لوقا مرقس بيقولوا ملكوت الله. وإذا جات السماوات شي مرة أبدا، بس عادة لما بيقول ملكوت الله يعني الله يأتي ليكون الملك. ملك، ملك الله يعني. ملك الله إذا بدنا. نعم. أبونا رح نكتفي بهالقدر، يعني ضوينا على كل الأمثال. هلأ بيبقى على المشاهدين أنه هن يرجعوا يقروا ويتعمقوا بهالأمثال لحتى هيك يفهموها بطريقة أعمق. رح نتوقف مع الإيميلز إذا بتسمح. في عنا إيميل من ما في اسم عم انطوني عبد الله، هلا اسئله بعتينهم للشبيبه، يعني شبيبه عم بيطرحوا اسئله، عم بوصل لي اياهم انطوني عبد الله لنوجه له تحيه. عم بيقول بمتى 13:11 لطالما كان سوري 14:11 يمكن، لطالما كان يسوع يتحدث ب 13 عم بيحكي عن الامثال بصراحه ووضوح عن ملكوت الله، فلماذا صار يتحدث الان بامثال؟ ولماذا صار للملكوت اسرار لا يريد ان يعطيها الا لتلاميذه، مع أنه يحب جميع الناس ويريدهم جميعا أن يخلصوا؟ هو قال يتحدث بوضوح، وين بقول بوضوح؟ أنه كان يتحدث طالما تحدث بوضوح. بس مش ضروري يكون بوضوح. اليوم في وضوح هو نعطي جملة حلوة أو كلام، وفي سطحية كثير مهمة. السطحية مش وضوح، السطحية يعني احنا كان مثل هودي الحبة بتجي على الطريق. المسيح هيك بوضوح لكن بعمق، وإن بدك تنزل
يا طوني والشباب اللي معك لكن تنزلوا بالعمق. إذا ضليتوا برا بتضلوا برا ماشي ماشي. فإذا هون مهم جدا. هلا اللي احنا هناك ساعة المثل بيجبرنا أول شيء نفكر نفهم وخصوصا كيف بدنا نطبقه. إذا بدك نلتزم بدنا نطبقه بحياتنا. إذا ما طبقنا مثل ما قلنا أول شيء أنا أي نوع أرض أنا؟ اليوم إجوا ناس عملوا رياضة عملوا سهرة إنجيلية، شو أخذت منه أنا مشان حياتي؟ كمان توني بيسأل بمتى 14-13 ترد هنا حادثة تكثير الخبز ولكننا نجدها تتكرر في متى كمان 15-32. هل هذا التكرار بالخطأ؟ إن لم يكن كذلك فما معناه؟ وما سر تلك الفروقات في التفاصيل بين الحادثتين؟ وهل حدثت هذه المعجزة حقا أم أنها لم تحدث كما يقول البعض؟ كلها لم تحدث أبدا. عم خبر خبري من عنا. شو الكلام هذا لم تحدث؟ نعم. المسيح دائما ننطلق قراءة حرفية من النص، هذا المبدأ. ثاني شيء نحن عندنا اثنين، واحدة بالعالم اليهودي وواحدة بالعالم الوثني. راح بعطي فرد مثل. بالعالم اليهودي الآكلون 5000، يعني 5 لـ4 أقطار الأرض والإله الواحد. بالعالم الوثني 4، فإذا عندنا 5 هون العالم اليهودي و4 العالم الوثني. كما كثر يسوع الأرغفة بالعالم اليهودي كذلك كسرها بالعالم هذا. هلا صار فيهم كان حدث واحد والإنجيل أعطى معنيين. وإذا بيقرا التفسير اللي عمله بكتبي أنا بيقدر يشوف توني عبد الله الله خلينا إيه بيقدر يشوف كل واحدة. يعني هم بيقولوا السلة هم بيقولوا إفة. أنا حاطط بالتفصيل بس مش معنا وقت نحنا بالتفصيل حاطط هذا العالم العبراني وهذا العالم الوثني. شربل عم بيقول إنه كان عم بيصلي المسبحة وجاته فكرة عن شغل كتير بحبه فطلب إشارة إنه إذا هالشغل كان لصالحه. يمكن إشارة إنه مثلاً إنه هو عم بيصلي حدا يتلفن له أو يحكي إنه هيك شيء يعني. فأجت الإشارة ربما حدا اتصل فيه. هل هيدا من الشيطان أو من يسوع؟ وكيف فينا نميز الإشارة؟ أول شيء إذا تعودنا نحن نكون صامتين مع يسوع ونسمع ليسوع. ليش أنا دائما بقول لي والغير والسمعي والمشاهدين إنه دائما نكون عنا مع بكرة 5 دقايق نسمع يسوع. إذا حياتنا معودين نسمع يسوع نعرف صوته من ما يصوته على الحيرة. الأم بتعرف صوت ابنها من 15,000 صوت واحد. هلأ تاني شيء إذا أنا ما عندي جواب بقدر بسأل مرشد معود نوعا ما يساعدنا. وتاني شيء إذا في حاجة بيمشي خطوة خطوة وربنا هو مثل الأوتوموبيل بيمشي باللار بصير يمشي الضوء قدامه. ربنا يا ربنا بصير أشياء شوي شوي إذا كان هالشي لصالحي ولا مش لصالحنا. جو رزق بيسأل كيف ممكن نقنع أي شخص إنه الكتاب المقدس مختلف عن القرآن وإنه الكاتب هو الروح القدس إذا كان هالشخص ما بيؤمن بالروح القدس؟ نحن أول شيء ما بدنا نقابل كتاب بكتاب. مش عن نقابل كتب بعضها، هيدي مش شغلتنا نحن. نحن هذا الإنجيل مثل ما قال لهم البابا جون بول دو لما كان بالهند جاي عم بيقول له الجمهورية ذاته عم بيقول له أنتوا عم تعملوا الناس مسيحية، قال له لا نحن عم نقدم الإنجيل. الإنجيل هو لؤلؤة رائعة ونقدم لكم إياها. بيحب أهلا وسهلا، هيدا أهم شيء. هلا نحن مش حنقنع، نحن أول شيء قبل ما نقنعوا بالحكي إذا كنا نحن مسيحيين وعايشين المحبة الغفران، الغفران يتميز فيه الإنجيل، الغفران العطاء المجاني، ساعته منه ما نخبره بيمشي. إذا نحن عملنا له أكبر خطاب قد ما بده خطاب وما كنا عايشين هالشيء عملنا مناقضة لأخوانا ما بينفع. كمان بيسأل جو ليه المسيح لما تجسد عايش فقط لعمر 33 مش لل 34 أو 35 أو أول شيء مش لل 33 لا فيش 33 لا في 33 ولا في 34 ما في شيء. كل شيء بقول لوقا
لما كانت تقريبا بعمر الثلاثين وهي رمز أكثر منها حقيقة بلش يبشر. نعم. فنعرف يسوع أي متى عش كيف، ولكن نعرف يسوع أنه بملء شبابه أعطى حياته للبشرية. أحلام من هولندا بتسأل: من الوصايا احفظ يوم الرب. في القديم نعرف أنه لا يفعل المؤمن أي شيء في هذا اليوم، وبما أن يسوع جاء ليكمل، هل نفهم أنه نحن أيضا يجب أن لا نفعل شيئا البتة في اليوم السابع الأحد؟ ويسوع ظل يقتلون إذا شفي حدا يقولوا له روحت السبت. نعم. إذا أي عمل شيء، نحن اليوم أول شيء يوم الأحد هو يوم الراحة، هو يوم سماع كلام الله، هو يوم عمل الخير. هون نعرف المهم ما نضلش عبيد، هذا أهم شيء. نحن ست أيام أو خمس أيام حسب البلدان نحن عبيد الشغل. ربنا قالنا اتنفسوا يوم الأحد، وإذا ما كان سبت واحد أحسن وأحسن تنفسوا، يقعد الرجال مع أولاده والمرأة مع أولادها، يصير في محبة، هذا هو الأساس. المهم أنه ما نعمل أعمال عبودية سبعة أيام سبعة أيام. نعم. لا، خاصة قالوها لأنه كانوا يسخروا هالشعب، يعني العبيد يشغلوهم كل يوم أسبوع، فلحتى يرحم من هيك بيقولوا قالوا حتى ريح حمارك ريح ثورك. نعم. سليم خاجو بيسأل: ورد في سفر الخروج الفصل السابع حادثة تحول المياه إلى دم، هل تحول فعلا إلى دم أم أن المقصود أصبح لونه مثل الدم؟ كما قال هو أصبح لونه مثل الدم. يا سيدي. وسؤال تاني كمان: إلى ماذا يرمز الغراب الذي أرسله نوح، ولماذا لم يرسل الحمامة من المرة الأولى؟ إيه. الغراب عادة دائما الغراب بلونه الأسود، فهمت كيف؟ كانوا يعتبروا أنه هو علامة شؤم. نعم. نحن بعد الحد هلا نحن الغراب علامة شؤم. إيه. إيه. هيهم. وليش لم يرسل الحمامة من الأول يعني؟ ليش رسل علامة الشؤم بالأول؟ لا، لأنه كان بعد في فيضان. مأكد إذا بعدك بعد الغراب أقوى من الحمامة، يعني بيقدر نوعا ما كذا إلى آخره. إيه. نعم. ماري من بغداد: شكرا كثير على محبتك، رح نذكرك بصلاتنا، وصلاتك يلي بعتي ليها اخترتني أنت كثير حلوة، ولكن ما فينا نقريها. نزار الياس بيسأل: هل كان صوم الرب يسوع قطعيا مثل موسى أم غير ذلك؟ هل الصوم مثل مصوم نحن بيصوموا من عبكرة العشية كانوا مثل بصوم الإسلام اليوم يسوع؟ كل الناس كان الصوم هو زيته معروف. هل أنا نحن عنا بنت تساعد أختي بالبيت بتصوم من عبكرة الساعة 3، فهمت كيف؟ كان يصوموا بالنهار ما يأكلوا بالنهار، أي معروفة هاي كلها سواء. كمان نزار عنده سؤال بيقول: هل صحيح أن المنزل الملفوف في إنجيل يوحنا، يعني حسب التقليد اليهودي، بأن السيد سوف يعود إلى المائدة بينما تركه غير مرتب، يعني بأن السيد قد انتهى من طعامه ولن يعود للمائدة، فيقوم الخادم برفع ما هو موجود، وبذلك يعني المنزل الملفوف رجوع يسوع أي قيامته؟ شاهدوا ما شابه هيدي عم يعملوا رشاش المشاهدين. أشو هالمنديل هيدا؟ هيدا وقت يوحنا شوي. يوحنا وقت القيامة بالقبر، يعني ما بقولوا كان الملفوف المنديل مرتب هيك بقولوا. عن هاي عم بيحكي. وأشو وصل على الأكل؟ لا، إنه بقولوا إنه المنديل ما بعرف. لا، كيف تعمل هيدا؟ يعني ما أنا صرت ختيارة باش فيه لحق. صرت تعبان اليوم أنت. شغل كتير. تعبان. شو من قلو عن هيدا الفكرة؟ ما عندك فكرة فيها؟ ما أول شيء المنديل وهو كلها سوا، كل هل بقولوا مثلا في أشياء يقول يسوع المسيح هان وهان. المنديل يلي كان مربولس بيقول يسوع غير المنديل الأكل يمكن كمان. أش عارفني ضيعونا. مربولس بيقول: وإن وأن عرفنا المسيح بالجسد إلا أننا لا نعرفه بعد اليوم. كل هالأشياء بيحكوا عن يسوع بيت العذراء وأشياء عديدة وكلهم سوا، هذه أشياء تقوية بس ما لناش مبنية على أساس إنجيلي. نعم. بسام دعيبس كمان في مثل صاحب الكرمة بيحكي عن يوحنا عن متى الذي استأجر فعل لكرمة، أعطى دينار للكل سواء الذين اشتغلوا من أول النهار أو الذين جاءوا في الساعة 11، فهل أجر الكل سيتساوى في الملكوت؟ أين العدالة في الموضوع؟ نعم، كلهم يأخذون الملكوت، كلهم يكونون في حضن الله. نعم، ولكن ما بننتبه له نحن أبونا أنه لما منبلش من أول ساعة هو ربح لنا، يعني
عرفت يعني الفعل اللي اجوا على العمل من اول الصبح هيدا ربح لهم، كان يعني عم يشتغلوا مع يعني كانوا عم يشتغلوا ديجا بالحقل، هيدا ربح لهم بغض النظر عن الاجره باخر النهار. يعني مثل كانك انت رايح على عزيمه، اذا رحت باول الحفله بتتمتع اكثر من اللي رايح باخر الحفله. يعني هي هيك ما شفت فيها قصاص وشغل وعمل وتعب، ولكن هي فرح مع الرب. هي قضية كلها سوا. أول شيء ربنا بده يقلنا إنه مش عدالة البشر، عدالة ربنا. ربنا هو بي وهو أم أول شيء. ثاني شيء بالنهاية كلنا سوا، كل الأشخاص يشتغلوا لهم الملكوت. ولما تكون أنت بالملكوت بعد رح تقول إذا في بزيادة أو بالناقص. لا. ثالث شيء وهي كنت حلوة أنت، لما أنا بلشت أشتغل بالرسالة والملكوت، ما انا من هلا بالملكوت بلشت. نعم لازم اعرف. انا بقول لهم انا هلا عايش بالسماء، انا بحياتي بوصل كلمه الله بصلاتي، انا عايش سماء، انا بلش من هلا. نعم انت كيف؟ نعم. وبسام عنده بعد سؤال، ما المقصود بمثل الكرامين الارضياء او القتلى يمكن بحسب الترجمه؟ الشعب اليهودي. الشعب اليهودي هو هلا اللي قتل يسوع المسيح. ايه ما مبين. نعم. وهن عرفوا عن يحكي عنهم، من هيك كانوا ضده كليا. نعم. بعد في عنا كثير ميز. فادي معلوف من سوريا، شكرا على محبتك، راح نصلي على نيتك ومعك، راح نصلي على نية السلام بسوريا مثل ما طلبت، وعلى نية كل يلي هجروا من بيوتهم ودمرت كنائسهم. صلاة خصوصية لفادي معلوف. البقية رح أتركهم للأسبوع المقبل، ومنعتذر منكم مشاهدينا. أما هلأ قبل ما نتوقف مع البريك، رح بشكر كل الأشخاص يلي بعتوا الإيميلز، إن كان على عنواننا الإلكتروني الكلمة @nursad.tv أو عبر الفيسبوك ماري تيريز حنين، أو حتى عبر صفحة الكلمة. كمان عم بيكون في دايما تحضير للحلقة، وعم نعطي أفكار وأسئلة ومعلومات حول الحلقة اللي جاية. فإذا بدي أشكر ومنصلي على نية بيرلا توما، شربل حتشيتي، خلدون زويدي، هنا صبات، ندى أسمر، ناديا أبو حاتون من الناصرة، حتى ربي يقدم لها الصحة. فيرا ريحاني كمان إلها بتبعث لك سلام خاص إلك أبونا. ريما غنام، جيزيل تانيوس، أمال عطلة، فريد من الناصرة، رامي نادر، وإلي شربل، هاني الداية، ناجي حداد، وماري كلود أبي نادر وخيا شربل. كمان منصلي على نية غادة عون ودنيا زغيب، غادة صاحبة بوتيك كوتون جيت اللي منتشكرها على كل شيء. فإذا استراحة ومنرجع لحتى نتابع لقائنا مشاهدينا، خليكم معنا. وصلنا مشاهدينا للقسم الأخير من حلقتنا لليوم، وهو القسم المخصص لاتصال إدكم. فإذا عندكم أي سؤال، أي مداخلة بتحبوا أنه تشاركونا فيهم، فيكم تتصلوا فينا على أرقام تليفون تيلي لوميير. إذا كنتوا داخل لبنان، رقم هو 01-255-500. أما إذا كنتوا خارج لبنان، فالأرقام هي 00961-255-123 أو 125. كمان فينا نكون عم نتواصل عبر عنواننا الإلكتروني الكلمة @mursad.tv. ورح أبدأ مع الاتصال الأول. سلام المسيح. المسيح بقلبك مدام ماري تيريز. يا أهلا كامل. يسعد مساك أبونا. مرسي. يا أهلا. تفضل أبونا. كل مرة نقرأ الكتاب المقدس عمالنا منشوف إنه الإنسان من مئات السنين عماله بكرر نفسه. يا ترى هي جيناتنا؟ يا ترى مين المسؤول؟ يعني الكتاب المقدس ما بيوصل لكل العالم؟ تربيتنا هيك؟ المناهج الدراسية شو السبب؟ شو نصيحتك للمستقبل؟ نعم. ثم شكرا. إذا بتتكرر مدام ماري تيريز. نعم. ترجي أبونا 13:41 13:41 بيقول يرسل ابن الإنسان ملائكته في نهاية العالم. طيب احنا بنقول الانسان اول ما يموت راسا تصعد روحه الى السماء ويحاسب في وقتها. المسيح بيكون فاتح ايديه يستقبله، اذا بيقبل المسيح بيدخل لعنده راسا،
وإذا ما بده هو حر يعني بروح جانب ثاني المسيح، ما بيركض وراي نادي يقول له تعال عندي. نعم. فليش هون بيقول إنه يرسل ملائكته في نهاية العالم؟ نعم. يعني نهاية العالم للناس اللي بيكونوا باقيين، مش متوفين ومنتقلي أرواحهم إلى السماء. شكرا. أوكي كامل، نشكر اتصالك. أبونا رح يجيبك، عندك سؤالين لك. أول شيء مأكد هلا هي اليوم التثقيف الديني واحد يتعمق بإيمانه، هيدي قضية إرادة. أبقاش في مثل الماضي مثلا كان يوقفون بالصف ويعلمون، كل واحد هو صار عنده مناسبات، إن كان الإيميل، إن كان الإنترنت، إن كان الكتب، انت المطالع، فإذا في كتير أشياء هذا إن كان هو برامج تليلوميار، برامج تليلوميار أو غيره، فإذا الواحد بيقدر هو كذا. هلا بالنسبة لشو اسمه الملائكة، هولي أهم شيء نقدر نتذكر بواحد تسالونيكي كيف كانوا يتصوروا القيامة، قيامة أنه يسوع جاي قريبا، والملائكة دائما الملائكة هن بهيئوا الطريق ليسوع وجاي حتى الأحياء يكونوا معه في السحب. هيدي هالصورة موجودة من واحد تسالونيكي. نحن اللي بنعرفه وبتقلنا الكنيسة، حال الإنسان ما إن يترك هذه الدنيا حتى يكون أمام الرب. نعم. منشكر اتصالك كامل، ومنأخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو، سلام المسيح. سلام المسيح معك. معك سميرة؟ مع أبونا. نعم يا أهلا، تفضل. جوز. ممكن تعلي شوي صوتك؟ نعم. صوتك ممكن تعلي شوي؟ علي صوتي؟ نعم. أنا بعلي صوتي وقت اللازم. يا زيد بنسمعك سميرة. نعم تفضل. مش جدال بس ما أنا مرافعة ولا محاكمة. أنا الأبونا المونسينيور بعطي حقه، ما بينسى، معلم ودكتور بكل شيء، وأنت مذيعة مهمة، عندك رسالة ما فيكي إلا ما تأديها، ما بتخلي حدا يتركش لا أنت ولا هو، يعني بالأسئلة أو بالأناجيل أو بأي شغلة بأيات أو شيء. أنا بالآيات إنه أنا سبق وحكيت إنه الآيات إنه فرضوا إنه بعرفها، حافظتها غيبا قلبا وقالبا، بس أنا في شغلة بدي أقولها، شغلة صغيرة. اسمح لي مونسنيور ما تقلي سكتي أو ما تحكي وما تطولي ولا ماري تيريز كمان. احنا سمير على بالك ما تطولي لانه في ناس بقى ناطرة. بس نعم تفضلي. انقطع وين الاتصال؟ هي انقطع الاتصال، عذرا منك سميرة. ومناخد اتصال جديد. سلام المسيح. الو، شو عم بصير؟ عم يقطع الاتصالات اليوم. مرحبا. الو نعم، بدي اعمل مداخلة. نعم، مين معي؟ مدام هيدا. ام هادي. ام هادي؟ وي. نعم تفضلي. مساء الخير لك ولأبونا. نعم. في عندي سؤالين على السريع لك هون، وبدي سكر اسمع على التلفزيون. نعم. بعد اذنك ومرسي كثير اكون مطبع. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل. اهلا فيك، مرسي حبيبتي. نعم. اول سؤال، هل في لغه تواصل بالسماء بين الموجودين فوق؟ باي لغه بيتواصلوا مع يسوع مع بعضهم؟ ثاني سؤال، بيعرفوا مثلا البي بيعرف ابنه؟ يعني الام بتعرف جوزها بتعرف؟ نعم. بيعرفوا بعض؟ هل بنعرف بعض بالسماء يعني؟ لا فوق. نعم. ومرسي كتير لكم، ومرسي كتير يا أبونا مصطفانا. يا أهلا. نعم. أول سؤال في السماء. أول سؤال، كيف الأم بتحكي ابنها؟ بالحكي يا ما حضور؟ أويد بالحكي أويد بالحضور. حكي بس ميشي. بالسماء ما بعطي حكي. حضور. حضور. بصير حضور. كله حضور، هيدا أهم شيء. في حضور. وأبقاش في الجسد يمنعنا من التواصل. نعم. صنع. بس الوين المهم انه ابقاش فيه، بس انه انا بدي ابن خالته وابن ستي وابن جدي، صرنا كلنا سوا مع بعضنا بحضن الاب السماوي، ابقاش نتطلع بالخصوصيات. شفتي كيف؟ هاي النصرية بس مين بيعرف ايش؟ بكن بس نروح على السماء نخبر بعضنا. ومنعرف بعض. ايه ابونا؟ منعرف بعض. ايه نعم، لازم نعرف بعض. اكيد. ناخذ كمان مشاركة. سلام المسيح.
ألو سلام المسيح. ألو بصوار. بصوار. معك جاك معميري. أهلين جاك. يعني شوي المدام اللي اتصلت قبلي عطيتني شوية جواب مع الأبونا. بس لا. في كمان بدي كمل سؤال تاني بعد. هل يا ترى إذا الواحد لما يموت هل يا ترى إنه لما بده يفصل جداء الرب عن الخراف هل يا ترى تنفترض مثلا إنه أنا ابني بنتي أختي خيي هل يا ترى بدي ازعل عليهم؟ ما نحن بدنا نكون بفرح أبدي بس مش رح نفكر مثلا بولادنا تنفترض يمكن خينا أما أختنا نتلو تنفترض على جهنم ما رح نزعل عليهم أما كيف. وسؤال تاني كمان بدي أعرف إذا الواحد داب جسده بشنار أما شي بإنفجار أما بأزيفة احترق تم هيدا الجسد كمان صار رماد نحن لما نقوم هالجسد الرماد هل يا ترى كمان الجسد بده يكون دايب؟ كيف فينا نعرف؟ ايه بس قبل انه اذا متت موت طبيعي هالجسد ما رح يصير كمان بس يصير يعني تراب يتحلحل ويصير تراب مزبوط كمان يعني ان كان بانفجار ولا لا رح يروح على الطفل على التحلحل رح يجيبك ابونا نحن حبيبي حابب حالا استفسر ابونا بدا اكثر بالموضوع نعم حابب استفسر اكثر بالموضوع ايه نعم يلا رح يجاوبك ابونا تكرم اهم شيء نعرف نحن بالماضي كان يحسبوا انه هاللحمات هاو بيرجعوا يقوموا لا هاي لا مش موجود يعني هذا اللحم ماشي هذا بإلا مربورس اللحم والدم لا يرثان ملكوت الله لكن حالا بس نترك هالعالم نأخذ جسد ممجد على مثال جسد يسوع المسيح هذا لأن بالماضي كان يقولوا مثلا يسألوا سؤال يا حرام إذا واحد أطشوله إيده بتضل بالسم ما أطوش إيده كل الوقت أو إذا كان كلو السم كانت إيش بنعمل فيه هاي كلها أسئلة مادية ما أبدا نحن حالا بس نترك هالعالم ناخذ جسد ممشد نكون مع الرب يسوع نعم بالنسبه لجاك بعد في سال انه هل مزعل على موتينا انه اذا ما كانوا كمان من الابرار وما طلعوا على السماء مثلا راحوا على جهنم مثل ما بيقول انه مزعل عليهم شو مصير هلا من جهه بقول هونيك لا بكاء ولا حزن وغير شيء من جهه تاني اذا الله بي ام وشاف ولاده ما عن ما هلكوا مأكد بدنا نزعل معهم نزعل من هون علينا أنه نربيهم تربية صالحة لحتى ما نوصل لهالحزن صح نعم نأخذ كمان مشاركة سلام المسيح نعم سلام المسيح سلام معك نعم مين معنا سميرة ايه رجع نعم فضلي سميرة نعم قطع الاتصال نعم قصدي أنه ذي ولا زكي على حدا ولا أنه اتذاكى على حدا يعني بس المقصد انه كان انه نشكر الله انه في عنا منسونيير وعنا دل المير ومثلك انت ومثل افضل نعم مرسي سميرة كمانة. نعم بيصلوا وموجهين الناس على صراط المستقيم يعني على السكة المضبوطة للقدوة للأناجيل كلها سوا نعم مرسي سميرة من البداية لني انا الف ولي او مسيب ويك نعم انا معكم بالمية مية طبعا حافظينه بس بدنا الناس مثل ما نحن هلا بنسهر يسهروا سهرات هيك ببيوتهم والخوارنا يعملوا كمان هن عم بيعملوا بس قليل كثير سهرات روحيه ليستمدوا قوه لان القوه بتجي من هنيك من نحن نعم اذا رحنا نحن للفناء نحن منا فانيين طول ما الصليب قدامنا والمسبحه قدامنا ما في شيء بيفنينا نعم ما في شيء ما بيخلينا مقدمين نحن لقدام مش لورا نحن الرسل مثل ما هني كانوا الرسل والمجد للرب دايما للرب مرسي سميرة مرسي كتير على مداخلتك وبنأخذ كمان مشاركة سلام المسيح ألو سلام المسيح وين المشاركة نقطع الاتصال لا عنا هالمشكلة اليوم بالاتصالات ألو يلا اتصال جديد سلام المسيح سلام المسيح ممكن توطي صوت التلفزيون اعملي معروف لانه بصير فيها الصفيره مزعجه اوكي نعم اعملي معروف مش الحال نعم نعم مين معي نعم مين معي مع غسان غسان ايه سوري غسان فكرتك بنت لا ولا قد عمرك غسان 13 من هيك الله يخليك يا رب وعم تحضر برنامج الكلمه يا غسان نعم عم تحضر برنامج الكلمه نعم
الله يباركك. مرسي. نعم، شو بدك تقول؟ بالإنجيل مكتوب بمتى، نعم، وقت المسيح انصلب ونزلت نقطة دم ومي. كيف يعني؟ كيف يعني نقطة دم ومي؟ نعم. أوكي غسان، خليك معنا لتسمع الجواب. أوكي. أوكي، تفضل أبونا. إنجيل يوحنا حبيبي، طعنوا بالحربة، مش نقطة مي، طعنوا بالحربة، نزل كان بعفي نتف الدم ومي. بس أهم من هذا الشيء الخارجي شيء الروحي، حتى يقلنا إنجيل يوحنا، حتى يقلنا إنجيل يوحنا إنه الماء ماء المعمودية والدم دم الإفخارستية، من جنب المسيح خرجت الأسرار المعمودية والإفخارستية. نعم، نشكر اتصالك يا غسان، ودايما حضار برنامج الكلمة خاصة هلأ بالصيفية لأنه مش في مدرسة الانهار. ومناخد كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو. ألو. نعم، مساء الخير. أهلا، مساء النور. وحياتك. أول شيء نشكركم على البروغرام، وثانيا بس أنا بدي أسأل أبونا، أنا كان عندي شخص مريض وسألت، طلبت من العذراء، وعدت العذراء أنه صلي لها المسحة كل يوم. أحيانا كثير شوي أنه في ليلة ما بقدر صليها. أنا زعجني هالشي أنه مقبولة عند الله يعني. صلي بيت صلي بيت كويس، قولي يا عم هليك بيطلع كتير منيح حلو. أوكي. وبسؤال تاني بالأخرسية، أنا كنت عم بحضر القديس، وقت اللي بكون عم الأبونا بيرفع الكيس وهيك، بحس إنه شو بقوله يا يسوع بدي أتحد فيك، أو ما بعرف شو بدي أفكر بوقتها، بفكر بألامه، بفكر شو هلا مفكر. أنت أحسن شيء الناس عم بيرتلوا وأنت رتلي معهم، احلى شيء بالكلام يعني. انت رتلي معهم حتى الكنيسه والجماعه تحملك، تكون محبوله هيك، ساعتها بكون احلى بكثير بدون ما نفكر وحدنا. نحن بالكنيسه مش كل واحد وحده، نحن جماعه جسد المسيح، ومنكمل بعضنا ونفرح مع بعضنا. نعم. اخذنا معرفه مين معي، شو الاسم؟ شكرا. ما مش الحال. كل حال بنشكر اتصالك، وبناخذ اتصال اخير الي. الاتصال الاخير. سلام المسيح. اي بونسوار. بونسوار. سلام المسيح. بقلك لابونا بولس. شكرا. مين معي؟ روي عبد الاحد. روي، اهلين روي. بحضرتك بدي اسال ابونا بولس سؤال. نعم تفضل. يعني قراءتي للعهد القديم وعهد جديد. نعم روي. بموضوع اذا بدنا نقول الرب تابع الأنبياء وبلش معهم لوصول لموسى وعطى الشريعة والوصايا، بنوصل لمتى بنلاقي كمان نفس الخبرية، عم بيتابعوا برسالة الرب وشريعة موسى، والشعب المختار هو إسرائيل، ومثل ما قال الرب قبل شعب الرقبة متصلبة أو صلب، يعني صعب أنه يوسى أو يآمن، وبعده عم بيتابع معهم. بمتى صادفت اليوم عم بقرأ رسالة يلي كنتوا عم تقرأ عنها وتشرحوها، الزارع والحاصد والصياد، وطبعا هو يسوع المسيح مثل ما قال أبونا بولس. كيف نقدر نفسر أنه اليوم بعدنا مع شعب واحد هو إسرائيل المختار عند الرب، وبنفس الوقت بعده صل رأب وأشبوله كيف قالوها بالكتاب الإنجيل أنه صعب يقتنع أو صعب يوسع ويآمن؟ أول شيء حبيبي من شان الكتاب المقدس دائما بنصح أنا نقرأ أول شيء العهد الجديد، نتعمق فيه، وكل مرة في إشارة إلى العهد القديم بنرجع. فإذا نخليك تعمق كتير بالعهد الجديد بالأول، أول شيء. تاني شيء، في كتير أشياء بيقولوها عن اليهود والشعب المختار كذا، أول شيء كلمة الشعب المختار مش موجودة بالكتاب المقدس، ريح بالك من هايدي، ما في شعب مختار. المختار يعني ربنا بيدعي الجميع، وأنا لما بكون معه صرت ابن مختار، لأن أنا قبلت أمشي معه، ما دائما مشيت معه لأن لا شعب مختار ولا شيء. بيقلنا بالإنجيل المدعوون كثيرون والمختارون قليلون. فإذا في أشياء كثير بتنقال عن اليهود أو غير اليهود، أنا يمكن تكون رقبتي صلبة وأنتوا كل واحد منا، ولكن المهم الله ينادي ونحن بنقول نعم، مثل ما عمل
قال له ارحل، رحل إلى حيث دعاه الرب. نعم. بالختام بدي أشكر كل الأشخاص يلي اتصلوا فينا ورح بتكونوا بصلاتنا، كامل زويدي، سميرة، إمهادي، جاك، غسان، الأخت يلي ما عطيت اسمها كمان معك، نصلي على نية الشخص المريض، وراي عبد الأحد كمان بدي أحمل بصلاتنا. جاك خير الله، بتشكرك على كل شيء يا جاك. يونس، يونس، وديع، وديالا، ودانيا، حنين. كمان بحب ذكر أنه الحلقة الجاية هي عنوانها يسوع القدير بأعماله، ومنلاقي هالفكرة بالفصلين 8 و9. فإذا يسوع بإنجيل متى بعدنا طبعا، يسوع القدير بأعماله 8-9. إعادة لهالحلقة لنا بكرة الأربع الساعة 1، ومنقدر نكون على تواصل خلال الأسبوع مشاهدينا عبر عنوان الإلكتروني الكلمة @mursad.tv أو عبر صفحة الكلمة على الفيسبوك أو عبر الفيسبوك ماري تيريز حنين. وكمان ممكن تشوفوا إعادة لهالحلقة كمان عبر الفيسبوك على البيج الكلمة وعلى ماري تيريز حنين. فإذا هيك منكون انتهينا. أبونا الكلمة الأخيرة لك، تفضل. يسوع هو الزارع، عم يزرع فينا كلمته، عم يزرع فينا حضوره. يسوع هو التاجر الجاي يشترينا، ضحى بحياتنا بحياته كرمالنا. داش لازم نحن نعرف نتجاوب معه ونمشي معه. وحده بيكبرنا، وحده بيسمينا اللؤلؤة اللي هي تستاهل نترك السماء، يترك السماء من شانها. أمين. أمين. شكرا أبونا. فإذا مشاهدينا مع هالدعوة حتى نتجاوب مع دعوة يسوع المسيح لنا، بودعكم على أمل أنه نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج الكلمة. الله معكم.